اش غنقول لك، شويه كاين شويه ديال التخوف والدنيا شويه ماشي نورمال، ماشي بحال داك العمال الاخرين اللي فاتوا. يعني فيما مشيتي تتلقاي المدرسه مسدوده، ما تيهضروش معك يعني غير من هدايا من الباب، يعني ماشي بحال العمال الاخرين اللي فاتوا. يعني تتجي وتتلقي الباب محلول وتدخل وتمشي للبيرو هكا وتتقيد وتكون الامارات يعني مقادين. وهذا بالنسبه لهذا العام شويه الدنيا ما يعني ماشي بحال الايامات الاخرين، ماشي بحال العمال الاخرين. كنقرا في سنه اولى بكالوريا علوم رياضيه. بالنسبه للموسم الدراسي ديال هذا العام بطبيعه الحال ما كانش بحال المواسم الدراسيه الاخرى، كان فيه شويه ديال التخوف وكان فيه شويه ديال الاختلاف. بالنسبه طبقنا مع معظم الاجراءات الاحترازيه بحال مثلا التباعد الاجتماعي، الكمامات ديالنا دايرينهم ودايرين كاع التعاليم اللي كتقول لنا الوزاره ديال الصحه. صراحه صعيب شويه اننا نتحلوا بالصبر باش نقدروا اننا نتبعوا الموسم الدراسي. صعيب شويه في هذه الاوضاع، خصنا نكونوا بزاف د الحاجات خصنا نديرهم، بحال مثلا الجيل، بحال نحترموا التباعد اللي بيناتنا وداك الشيء باش ما نلقاوش زعما خطر ونقدروا نكملوا الموسم الدراسي. اصلا حنا مقبلين على البكالوريا وصعيب شويه اننا زعما هذا الشيء كامل نقدروا نهتموا به ونحترموه، وحنا عندنا هذا مقبلين على البكالوريا ان شاء الله. الدخول المدرسي جاني شويه ما داروش معنا الحل، فهمتيني، مازال ما نضبوش لنا الوقت غادي نقراو فيه مزيان، فهمتيني، دونك فهمتيني، مازال ما داروش لنا شي بروغرام على حسب البروتوكول الصحي، حاط لنا امبلوا عامر، فهمتيني، عامرين نهار اش كاملين وقسموا لنا القسم على ثلاثه ديال الافواج، فهمتيني، بروتوكول عيان من الاخر. لا بروتوكول صحي ما ديريش لي فهمتيني، ما ديريش شي احتياطات من المؤسسة. حنايا قالوا لينا زعما نجلسوا ما بين كل واحد وواحد طويلة، وقالوا لينا حنايا نجيبوا لي جيل المعقم، وفهمتيني ما ديريش معنا شي احتياطات. ما ديريش الحل اخويا، ما ديريش الحل. ما ديريش معنا الحل 100%. اخويا جانا الدخول هذا المدرسي في شكل وحق الله مع أول عام جات الجائحة فحال هكا. دابا راه جالسين كيحاولوا معنا، كيقول لك كيدوزوا لنا السكانر، كيقول لك دير معقمات بحال داك الشباب. كيقول لنا سمي اديري لنا مترو ديال التباعد في القسم وصافي، تيقول لنا راه كيشرحوا لنا كيفاش غنديروا مع الجائحه وصافي ما عندنا كنديروا. حنايا كتشوفوا في هذه جائحه كورونا وهذا التبرزيط دايرين دابا حنايا الاحتياطات ديالنا ودايرين الكمامات وكل شيء داز مزيان بخير الحمد لله. الدخول المدرسي في اول نهار ديال جائحه كورونا الحمد لله التدابير الوقائيه كاينين، وحتى المسؤولين دايرين الدور ديالهم، دونك كاينين الكمامات، كاينين لي جيل هيدروليك، كاين شو سميتو المعقم، دونك نتمنوا هاد السنه الدوزيه هذيك بلا ما يطرى لينا عاوتاني كيما طرى لينا مع الامتحانات.